كنا استضفنا قبل كده التوأم السوري أيمن ومعتز كوجك، وتكلمنا معهم عن مسيرتهم التدريبية في سوريا وقصة انتقالهم إلى مصر وقيامهم بعمليات التدريب في مصر حاليا. حاليا هم بينظموا دوري الجاليات السورية في مصر، وأكيد حابين نعرف تفاصيل أكتر مع ضيفنا كابتن أيمن كوجك، مدرب كرة القدم ومنسق دوري الجالية السورية لكرة القدم في مصر. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل أستاذ كريم. أهلا بيك. صباح الفل يا أستاذ. أهلا بحضرتك. يعني أهلا بكم. إحنا بنتشرف بوجودنا معاكم. لا والله إحنا يعني سعداء بوجودكم في بلدكم الثانية. ده بلا شك. ده بلدنا الأول والأول كمان. وإحنا أصلا يعني شعوب قريبة لبعض جدا. وأنا طبعا إحنا كلنا أهل إن شاء الله. لا بجد السوريين بيحبوا المصريين جداً والعكس صحيح. يعني من الازل طبعا اكثر الشعوب العربيه. استاذ كريم ده من العيله بتاعتنا. انا شايفه في تشابه. انتوا حكيتوا لي ان لا مش أيوة. لا بس هو حضرتك كوجك بتتكتب عندك ازاي؟ احنا بتنكتب في طريقتين زي ما بتقول كوجك كاف جيم كاف وكوجك كاف واو جيم كاف. اوكي بتنكتب في الطريقتين. بس هو اسمه اوريدي غريب او نادر، فلما نلاقي اثنين بس من بلدين مختلفين. لا ده في حضرتك ادرى مني في لبنان كمان. في لبنان في بيت كوشك. في لبنان في بس انت منور الدنيا عموما. سعداء جدا بوجود حضرتك. وعايز استاذنك بس قبل ما ندخل مع حضرتك في تفاصيل تواجدك في مصر والتدريب في مصر ودوري الجاليات السورية، عايزين نطمن الأول بس على سوريا اللي طبعا كلنا بنحلم ان الامور تظبط فيها. والله سوريا ان شاء الله ربنا يفرج وترجع زي الاول يا رب. كلنا بنحلم بده الحقيقة. ترجع زي الاول ان شاء الله، وده باذن رب العالمين مش في ايدي ولا في حد. ان شاء الله احنا منتظر الفرج من رب العالمين. يعني ان شاء الله ترجع احلى من الاول إن شاء كمان الله. باذن الله. خلينا بقى نروح دلوقتي للدوري ودوري جاليات السوريه. وحلو قوي ان انا ابقى كمان موجود في بلد وببتدي فيها وبكبر وكمان مهتم بجوانب مختلفه في الحياه ومنها الرياضه. فمعلش يمكن الفقره اللي فاتت عدى عليها شهور، فعايزين نسمع من الاول من حضرتك، فخلينا نعرف منك اصلا الفكره جت ازاي. طبعا احنا جينا مصر من حوالي 5 سنين انا والكابتن اخويا، واحنا مدربين طبعا مؤهلين ومعتمدين في الاتحاد السوري والاسيوي والدولي. يعني مش معتدين على المهنه دي، مهنتنا دي مهنتنا الاصليه، فعملنا ده. فاحنا جينا هنا وقررنا نعمل دور اكاديميه، نشتغل في التدريب اكاديميه للسوريين، ومش بس السوريين، انا بستقبل اي جنسيه. اي حد مصريين عندي، مصريين وعندي يمنيين وعندي اريتريين وعندي بكافه الجنسيات. يعني ما بمنعش حد يدخل في الاكاديميه، لان دي اكاديميه للجميع. اي حد بيحب يجي يسجل ويتعلم كره ويبقى لعيب ما عنديش مانع. فاحنا انطلقنا من انطلاقه انه نعمل اكاديميه للسوريين واكاديميه رياضيه نستمر بها، يحققوا الاولاد يمارسوا هواياتهم في مصر العربيه. طبعا مصر ام الدنيا طبعا. فانطلقنا من انطلاقه انه نعمل اكاديميه، وابتدينا من حوالي 5 سنين تقريبا. وكانت الحمد لله في البدايه كانت حققت نجاح كبير. يعني كان في اقبال كبير استمرينا الحمد لله بمجهودنا احنا الشخصي. وكنا عايزين ناخد ملعب كبير، ما قدرناش نحصل ملعب كبير، خدناه فتره قليله، مرنا الشباب عليهم فتره قليله، وكنا بناخد ملعب خماسي بنتدرب في ملعب خماسي. بس برضه حضراتكم ماشيين يعني ايه بخطوات ثابته، يعني الصغير ده بيكبر مع الوقت، واللي مش قادرين تحققوه دلوقتي مع الوقت ان شاء الله تقدروا تحققوه. يعني اكيد حضرتك النهارده مش زي اول يوم جيت فيه، اكيد الوضع اتطور. أكيد يعني بس احنا جائحه كورونا هي اللي كانت عقبه في وشنا. جائحه كورونا اللي كانت عقبه في وشنا، ده عقبه في وش العالم كله. جائحه كورونا دي وقفت حال الجميع يعني، ووقفنا فتره طويله عن التدريب واللعب. واللعيبه بقى الناس بقت وضعها يعني صعب قوي في وضع كورونا. نتمنى بقى زوال هذه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يفرجه يا رب. طب عملتوا او قابلتوا برضو لعيبه مدربين مصريين؟ يعني التعاون برضو ازاي شكله؟ احنا تعاملنا مع مدربين كبار في مصر وزمايلنا وحبايبنا واصدقائنا، منهم الجنرال فكري صالح ومنهم الكابتن الحضري. طبعا الكابتن الحضري عمل اخويا معاه دوري المدربين وكان هو بيكرمه، والكابتن وقابلنا الدكتور محمود سعد رئيس المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم. الكابتن الدكتور ده محترم جدا وكلهم كويسين احسن مننا، يعني ناس طيبه قوي وناس محترمه وفاهمه في الكرة. احنا تعاملنا معهم كتير ولحد دلوقتي بنتعامل مع
ومتقابل معاهم. بس حضراتكم يعني مركزين اكتر، او ده اللي باين لنا يعني ان حضرتك وكابتن معتز شقيقه مركزين اكتر مع الاكاديميه السوريه لتعليم مهارات كره القدم، هل فكرتم ان انتوا تدربوا فرق عاديه في الدوري المصري سواء الدوري الاول او الدوري الممتاز به؟ يا ريت. يعني هل سعيتوا خدتوا اي خطوه تجاه تحقيق هذا الامر؟ احنا متمنين والله، قدمنا وعلى اساس نشتغل بس ما جاتش الفرصه لسه. ما هو برضه ما تنساش عشان موضوع الجائحه اللي كنا لسه بنتكلم فيها اكيد برضه ما جاتش الفرصه. يا ريت تكون معطله برضه، ندرب في الدوري المصري وفي الانديه المصريه. بس الفكره مطروحه، الفكره انتوا حابينها. وكان ربنا يجزيه خير الجنرال فكري صالح، خد اسمائنا وان شاء الله انا هامن لكم عمل في الانديه ان شاء الله. ان شاء الله هنا. طيب لا اتفضل اتفضل اتفضل. لا انا عايزه بس عشان الفكره توصل اكتر، يعني حضراتكم ابتديتوا في ملعب خماسي، وده كان في احد النوادي ولا في مراكز الشباب ولا في ملعب بتتاجر يعني؟ بتاجر. اوكي. وابتدى الموضوع يتطور شويه ولا لسه ما زال برضو الدعم شخصي وذاتي وكده؟ لا لسه دعم شخصي وذاتي، ما فيش الدعم الكافي يعني بالنسبه للاكاديميه او للفرق او فرق الجاليه السوريه. ما فيش اي تواصل مع اي مثلا هنا مؤسسه او وزاره الشباب او اي مسؤول مثلا ممكن ان هو يساعد؟ حاولنا نتواصل مع وزاره الشباب ان يأمنوا لنا ملعب كبير عشان نحن نمارس هوايتنا ونعمل ونعمل منتخب للجاليه السوريه ونعمل دوري انديه زي ما بتعمل في تركيا وفي غير مناطق في غير دول، بتعمل دوري نظامي درجه اولى وثانيه وثالثه. فمش عارف يعني هو ايه اللي حصل وما تأمن، ما حدش أمن لنا ملعب يعني. يعني لسه انتوا بتتواصلوا اكتر؟ لسه صعبة، بنتواصل ان شاء الله مع مدربين كبار ومع هيئات مسؤولة عن الموضوع ده. طيب بالنسبة لدوري الجاليات السورية، إلى أي درجة حضرتك شايف إنه نجح؟ وإلى أي درجة حضرتك شايف إنه ممكن يبقى له انعكاسات إيجابية طيبة في الفترة اللي جاية ويكون يعني مقدمة لأمور لطيفة تحصل بعد كده؟ أستاذ كريم، الدوري أنت أنا جيت قبل مرة وكلمتك عشانه، وكنت وكان في يعني صعوبات قبل ما ظبطت الدوري، والحمد لله شارك 10 فرق سوريين، وطبعا أنا مدخل معاهم مصريين أكيد، يعني كل فرقة دخل معها 2 مصريين غير جنسية زي الأندية، يعني أنا معتبرة زي الأندية المحترفة. أنا سمحت لهم 2 مصريين بس بيلعب واحد في الملعب، واحد في الملعب وواحد بره متبدل مع اللاعب اللي جوه. الدوري ده احنا ده النسخة الأولى طبعا بنظام الدوري وليس بنظام البطولة. أوكي. بنظام النقاط. تمام. طبعا دي أول دوري دوري يعني. دوري بنظام النقاط. وعدد الفرق المشاركة كانت قد إيه؟ 10 فرق. 10 فرق. 10 فرق. 10 فرق ده رقم كويس. 10 فرق بس يعني. من أكتوبر دول. ده بس اللي هم في ناحية زايد أكتوبر. في لسه بره طبعا، من بره أكتوبر ما جاش يعني فرق أول النسخة دي، إن شاء الله النسخة الثانية هتكون بإذن الله تعالى، نطمح إنه تكون أفضل من دي، مشاركة أكبر على نطاق واسع إن شاء الله. وإحنا مستمرين إن شاء الله في النسخة الأولى والثانية، وأنا برضو عامل لهم بعد الدوري ده عامل لهم بطولة الكأس. بطولة كأس الجالية السورية، يعني هو خروج المغلوب يعني زي أي دوري المصري، بطولة كأس مصر، بطولة كأس سوريا، بطولة كأس إسبانيا، بطولة أي دوري. وبعد منها أنا عامل لهم إيه؟ بطولة اسمها بطولة بلاي أوف. بطولة البلاي أوف يعني هاخد ممكن 4 من بطولة الدوري و4 من الكأس وأعمل لهم بطولة. أوكي. طب والجوائز إيه برضو يا أستاذ عين؟ الجوائز هتكون معنوية يعني، مش ما فيش بس حلو يعني، حتى لو معنوية بس حلو يبقى فيه برضو. أنا إن شاء الله محضر لهم مفاجأة غير الدوريات اللي شاركوا فيها قبل يعني. على فكرة أنا شايف برضو إن حضرتك حبي أقول لك عليهم محتاجين برضو تزودوا شوية من مسألة طرق الأبواب. فكرة إن أنت ممكن تحاول تفتح مجالات مع سواء أندية سواء الوزارة زي ما كانت نهاوند بتقول لحضرتك من شوية، يعني الخطوة دي تنقصكم ولا أنتوا شغالين عليها على الهادي؟ والله إحنا شغالين لكن زي ما بتقول بصورة خجولة. يعني أنت بتبقى خجلان لما بتيجي بتطرق باب حد وما بيلبكش. ما فيش تلبيه برضه. ما تنساش حضرتك كابتن ايمن ان احنا بنتكلم برضه يمكن التوقيت ده مش هو الامثل، يعني انا اعتقد لو حضرتك كنت فتحت الاكاديميه دي في ازمنه سابقه يعني 2-3 بس مش هقول لك اكتر قبل مرحله كورونا، اعتقد كنت هتلاقي صدى اكبر يعني. احنا دلوقتي بنطرق ابواب طبعا المسؤولين في مصر وبنترجى منهم يأملوا لنا ملاعب عشان السوريين يمارسوا هواياتهم ويستمتعوا بكرة القدم في مصر هنا،
وبرضو انا بطرق ابواب الجاليه السوريه طبعا، الناس الكبار اصحاب التجار يعني. ممكن برضو يبقى لهم دور داعم. يعني بوجه لهم كلمه انه يساعدونا يوقفوا معنا عشان نقدر نوقف ونشكل منتخب الجاليه ويستمر في التدريب بكافه الفئات، مش بس فريق اول، حتى الناشئين، حتى القطاع الناشئين الصغير، حتى البراعم. انا ان شاء الله انا عامل منتخب يعني جاليه ان شاء الله من البراعم حتى الفريق الاول. بس ده زي ما قلت استاذ كريم، عايز دعم، عايز مين يوقف معاه. طيب ما عشان نعمل ده برضه كابتن ايمن، خلينا نوصل للرساله لاي شخص ممكن ان هو يكون انترستد او ان هو يعني يبقى ممكن ان هو يساعد. ايه الفايده وراء هذا الدوري مثلا وانشاء هذا الدوري او دعمه؟ فبرضه خلي الناس تفهم، لان ممكن الناس تقول لك واحنا في ايه ولا في ايه ولا لا. بالعكس الموضوع كويس جدا، الموضوع مفيد جدا، وشيء ما اعتقدش ان هو مكمل، ده شيء كويس ان يبقى فيه ممارسه على الارض حقيقيه ودوري، ويعني وبعدين عدد السوريين عندنا مش قليل، فبالعكس دي مشاركه حلوه جدا في المجتمع. فنسمع من حضرتك اكتر فوائد ده علشان حد ممكن يقول انا فعلا عايز اساعد. الفايده فعلا هي اول حاجه فايده لشبابنا لممارسه كره قدم وتعلمهم كره قدم وتطورهم، وبالذات بعد الضغوطات وبعد الظروف اللي كله مر بيها. طبعا مفيده جدا. طبعا طبعا اكيد، بس احنا يعني بنتمنى انه حد يقف جنبنا عشان نطور من السوريين، نطور من ادائهم، نطور من معنوياتهم، نرفع معنوياتهم، عشان انت عارف ظروف البلد. فلما بيجي هنا اللاعب بيلعب بيمارس كره القدم هوايته، بيحاول ينسى شويه من الموضوع. ايوه هو ده بقى. طبعا. فنحن بنتمنى من الناس اصحاب النعم زي ما بيقولوا، واصحاب الخير، ايوه، انه يوقفوا معانا ان كان مصريين او كان سوريين. طبعا وكان على فكره الطرفين، وده مش تفضل، ده واجب. سواء على السوري المقتدر اللي مقيم في مصر او المصري المقتدر، الاثنين لازم يقوموا بالنوع ده من الادوار المهمه، لان احنا بنتكلم على شعب واحد في نهايه المطاف. وكمان يعني اخواتنا وحبايبنا السوريين اللي موجودين، يعني واجب علينا ان احنا ندعمهم بكل اشكال الدعم لمليون اعتبار، يعني لاعتبارات كتير قوي الحقيقه. فاتمنى ان الكلام ده يلاقي رد فعل ويلاقي صدى طيب. طبعا احنا استاذ كريم الرياضه دي حياه. طبعا. والرياضه متعه. احنا لما بنشوف اولادنا بيلعبوا كره قدم بيمارسوا هوايه زي هوايه من زمان، احنا بنستمتع. اكيد. مش بس احنا مدربين، المدربين عايزين برضه نستمتع معاهم، هم يمتعونا برضه بكره القدم. ايوه طبعا. حتى يعني ما فيش عائله سوريه او عائله مصريه الا ما عندهمش لعيب كره او لعيب في اي لعبه ثانيه، او بيحبوا مجرد بيحب يتفرج وبيشجع وبتلاقي. فنتمنى من الجميع الوقوف الى جانب المساعده ان شاء الله. باذن الله. كره القدم طبعا هي شغل للناس. وكره القدم هي اللعبه الاولى الشعبيه في العالم. صحيح. احنا كجاليه سوريه نفتقد الدعم المادي او الدعم المعنوي للفرق السوريه رياضيا، يعني رياضيا احنا الدوري عملناه بمجهود شخصي. وانا جيت قبل مره عندك وكلمتك وقلت لك ان احنا عامل دوري وكان المفروض اعمله من زمان ان شاء الله. اللقاء اللي هيجمعنا بعد كده هيكون محتوى كلام مختلف تماما، ونبتدي نتكلم في كم من الناس اللي دعمت سواء الدوري او الاكاديميه او الفكره نفسها، المبدا نفسه. احنا ان شاء الله سعدنا بوجود حضرتك معانا. ان شاء الله يسعدنا، انا سعدت بوجودكم. ربنا يخليك. ربنا يخليكم ويديم عليكم الصحه والامان والامن والامان في مصر العربيه الجميله دي، مصر وسوريا طيب. وكل عالمنا العربي. يا رب. ربنا يخلي حضرتك. انا اتشرفت قوي بوجودي معاكم والله. لا احنا كلنا سوريين متشرفين قوي بعض. ايوه طبعا. خلي بالك ده هنا في عرق سوري صريح. خلي بالك عندي عرق سوري برضه انا. صحيح. الوالده من سوريا. هنتكلم بقى بعد الفاصل عشان اشوف حضرتك منين، من سوريا برضه. نورتنا يا كابتن ايمن. تحياتنا للاخوه السوريين في كل مكان في العالم وفي مصر طبعا تحديدا، وباذن الله يعني طلب حضرتك يلاقى بالايجاب، لان فعلا حاجه جميله ان احنا نشوف ناس عندنا موجودين وبيشاركوا بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي رياضيا واقتصاديا وتعليميا وغيره. دي حاجه تسعدنا ان انتم في الانشيتيف ده او يعني في الرغبه دي. بالعكس يعني والله احنا سعداء بوجودنا معاكم. واحنا بالنهايه بنشكر قوي قوي الشعب المصري الجميل الرائع اللي استقبلنا وحضننا وعاملنا زي اهله يا فندم. طبعا. وبنشكر كانت برضو قناه النادي الاهلي المصري على قيامها في الواجب اللي عملوه معانا
ولبوا لنا الدعوه وصوروا لنا. نورتنا، ده دورنا في الاعلام. الدوري السوري ورحبوا بينا. ونيجي نلعب معاكم مره بقى، والله على فكره بعرف العب كوره والله. واحنا من محبين النادي الاهلي المصري. لا شكر على واجب يعني. نادي القرن ده نادي كبير قوي. طبعا نادي. طبعا. على فكره كمان برضو الكابتن هادي خشبه من صحابي. جميل هادي خشبه من الناس طبعا. من الناس الراقيه المحترمه جدا. دي حقيقة. كل الناس طبعا محترمه. بس انا اللي قابلته يعني، انا قابلته وتصورت معاه واتكلمت معاه وبتكلم معاه لحد دلوقتي يعني. حضرتك نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نرجع نلتقي على خير يا رب باذن الله. ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم يا استاذة نهاوند. ده اسم شامي يعني، مش معقوله. نهاوند شرفتني يا شرف. طيب احنا هنروح فاصل ونرجع بعد كده، وهتكون منورانا دكتور مروه نوح. خليكم معانا.